العبقرية شكلها اللي ترونه مشكلة من نقاط مرتبة كما ترون نقطة أولى ثانية ثالثة ثم العمود المجاور رابعة خامسة سادسة. أنت عندما تعود بداية مشوار مع هذه اللغة تحتاج ما لا يقل عن 5 إلى 6 أسابيع تدريبيا قبل أن تدخل على لمس هذه اللغة بسبب صغر الحجم وقوة كثرة شدة الأصابع الممنوعة عليها من أمور التعامل مع التحكم. الجذوع الخلية هذه تتشكل من خلالها حروف الهجائية يحملها من الجنس كذلك همزات في المدود كذلك علامات الترقيم من الفاصل المنقوطة والنقطة الرأسيتين وعلامة التعجب استخدام كلها هو تشكل في هذه. كذلك عندك الأرقام من 1 إلى 10 شكل في هذه اللغة. عندك أيضا رموز رياضية زائد ناقص تساوي في نفس هذا في نفس الخلية تشكل كذلك ويعرف كيف هذا. أيضا كذلك اللغة الإنجليزية تشكل من هذه الحروف كذلك تستطيع كذلك أن يقرأ نصا من اللغة العربية يتضمن نصا إنجليزيا ويعرف أن يفرق الآن يقرأ لغة عربية ثم ينتقل الآن إلى اللغة الإنجليزية وذلك من خلال رمز معين يوضع قبل الحركة كلمة إنجليزية يستوعب الكلمة من خلالها إن الآن انتقل إلى كلمة إنجليزية وبعد